بتعددت الأسباب والموت واحد، وبتعدد الأسباب والدوافع والظروف المحيطة بارتكاب جريمة القتل تختلف الأحكام القضائية، فنجد المحكومون بالإعدام والمحكومون بالمؤبد والمحكومون بمدد طويلة محددة. من وراء قضبان سجن محلي طنجة واحد هناك حكايات تستحق أن تروى، لما تحمله من عبر ولما تزرعه من أمل. ضابط في البحرية دخل السجن قاتلاً محكوماً ب25 سنة سجن، لكن عشقه للأدب والقراءة والكتابة حوله إلى أديب وقاص. جسده سجين لكن روحه تحلق في سماء الإبداع. صدر له من داخل السجن المحلي طنجة واحد مجموعة قصصية سماها ولادة جديدة، فلنستمع لأحمد ولولادته الجديدة من داخل السجن المحلي بطنجة واحد. بغيت نشكرك انك قبلتي تفتح لنا قلبك وتحكي لنا حكايتك في برنامجنا حكايات وراء القضبان. انا عارفه انني ما كنحاورش سجين عادي، كنحاور قاص ما شاء الله واديب، والقصه ديال الادب والكتابه غادي نشرحوها في سياق حكايتك. من هذا المنطلق ككاتب وكقاص، كيفاش بغيتي تبدي لنا الحكايه ديالك؟ كلمه قاص كبيره علي، خليها كاتب هاوي. بالنسبه للقصه ديالي انا، باش نحكي لكم القصه ديالي، نبداوها من الطفوله. كانت الطفوله جد عاديه في المدينه القديمه ديال طنجه، في اسره متوسطه الدخل. بدات القرايه ديالي في الاعدادي، ابتدائي اعدادي ثانوي، ثم التحقت بالمدرسه ديال البحريه الملكيه مده ديال سنتين. اسمح لي نقاطعك احمد، التحاقك بالمدرسه البحريه كان يعني هدفك قبل وكان حلمك، ولا كان املاء من العائله، ولا شنو؟ اوكي، سؤال جميل، حيت انا ولد المدينه القديمه ديال طنجه، وحنا الناس ديال المدينه القديمه ديال طنجه كاملين مولوعين بالبحر، خصوصا الجيل ديالي كامل، يعني مرسى ديال طنجه وكاملين مبليين، كنا بالصياده في صغرنا وهذا. لهذا كان يعني الحلم ديالي انا، وتم خلال الكتابات ديالي تلقاو البحر دائما حاضر بواحد النسبه كبيره. دخلت المدرسه البحريه الملكيه، قريت عامين في الاكاديمي في الدار البيضاء، ومن بعد 3 سنين في روسيا. روسيا؟ في روسيا بعتها، وكملت القراءه ديالي زوج. كنت في مسار مهني مزيان، يعني دراسي ومهني مزيان. تخرجتي كضابط في البحريه الملكيه، فين اشتغلتي؟ اشتغلت في عدة موانئ داخل المغرب وخارج المغرب في بعثات أممية. طول فترة المراهقة ديالك ولا الشباب ديالك ولا حتى ملي كنتي كتقرا وملي كنتي كتخدم، أنت كشاب كيفاش كان تصرفاتك؟ كيفاش، هل كنت عدواني؟ هل كنت تتعاطى مثلا المخدرات معينة، ولا كنت شاب يعني عادي كباقي الشباب المغرب؟ يعني نقدر نقول لك كنت بين وبين، يعني بحكم الخدمة ديالي وبحكم يعني المدة الطويلة اللي كنا كنبقاو في البحر، كنت كنتعاطى الكحول ومخدرات قوية المفعول الكوكايين. هل هذا السبب هو أنك كنت كتكون بزاف في البحر بالشهور، ولا العزلة، ولا اللي خلاتك تلجأ لهذا النوع من تعاطي هذا النوع من الناحية ديال المشكل ديال المشكل اللي أنا دابا؟ لا، قبل ما يوقع المشكل، لأن يمكن بين أسباب وقوعك في الجرم هو تعاطي لهذا الأمور. فعلا هو فعلا أحد الأسباب. شنو اللي وصلك أنك تتعاطى في الأصل؟ نقدر نقولوا يعني ما كاينش يعني واحد السبب رئيسي، ومع عدة أسباب،
عندهاش اسباب وفقد السوء يعني لاج باقي صغير والسلطه زائد الفلوس زائد هذا يعني كيكون الانسان واحد شويه وحتى النضج ما كيكونش واحد النضج فواحد الفتره كيستسهل الامور كيعتبرها من المتع فقط فعلا حتى البعثة اللي كانت في روسيا يعني كانت واحد نقله نوعيه في الحياه ديالي ايجابا ولا سلبا؟ ايجابا وسلبا من ناحيه ايجابا من ناحيه ديال التكوين ومن ناحيه ديال السلبا في الرفقه اللي كانت وكذا يعني ما كانوش ديك الضوابط يعني اللي كاينين عندنا في المجتمع ديالنا المغربي ولا كذا وما كاينش اللي يقول لك شنو كتعمل ولا هذا الحد ولا هذا. رفقه السوء وتعاطي المخدرات وصلت شاب ابن اسره طيبه للاقامه الطويله في سجن طنجه. هذا السجن اللي مهما كان تعامل الاداره ديالو في المستوى فكيبقى سجن ما خصش الانسان يوصل رسوله. سكنة المؤسسة السجنية بطنجة واحد تتعدد الأحكام الصادرة في حقها حسب الفعل الجرمي المقترف وتتراوح الأحكام من شهر إلى المؤبد خاصة السجناء التي صدرت في حقهم أحكام طويلة الأمد من 20 سنة إلى المؤبد تحظى بعناية خاصة ودون تمييز أو حيف مع باقي السجناء طبقا للمقتضيات قانون 23-98 المنظم للسجون الذي تؤكد مقتضياته على حسن التعامل وعلى عدم التمييز بين هذه الفئة وتلك ونحن أيضا لا نتعامل مع السجناء على أساس الفعل الجرمي المقترف أو على أساس المدة المحكوم بها عليهم وإنما حسب سلوكهم داخل المؤسسة السجنية. خلال يعني الكتابات ديالك وخاصة هذا النص ديال ولادة جديدة اللي هو عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة فواضح أنك تفدى تتكلم على الجريمة علاش؟ سبت الجواب ديالي من العنوان ديال الكتاب ولادة جديدة لأنني فعلا حاولت ننسى الماضي ندير ولادة جديدة ما كنحاولش نفكر في ديك الجريمة كذا كنحاول نصلح راسي ونحاول بأنني نزيد لقدام. ولا بغيناك تحكي لينا على الجريمة شنو تبغي تقول؟ الجريمة كانت غلط ماشي ديالي بوحدي كان غلط مشترك ديالنا بجوج أنا وواحد الصديق ديالي حتى هو حاليا في السجن مدانين بنفس المدة اللي هي 25 سنة. 25 سنة الجريمة كانت جريمة قتل عمد مع سبق إسراء وترصد هذه هي الجريمة. في أي سياق ارتكبت هذه الجريمة؟ يعني كانت جلسة فيها خمر فيها مخدرات فيها وأدت للجريمة إلى ارتكاب الجريمة. يعني كنرجعوا أن السبب الرئيسي ديال الجريمة هو التعاطي ديال هذه الممنوعات الكحول أو المخدرات. أنت كنت في وضعية يعني في وضعية يعني مخدر ممكن نقولوا أنها كانت جلسة خمرية بين أصدقاء وانتهت بجريمة قتل. في سياق الحديث ديالك كاين شريك في الجريمة فإلا ممكن توضحنا شوية لأن مازال ما فهمت كيفاش جوج يرتكبوا جريمة قتل واحدة وشرح لنا إلا ممكن. كنا يعني كما قلت في واحد جلسة يعني في واحد مدينة غير المدينة ديالنا حنايا ديال طنجة استدعاني هذا الصديق ديالي هذه بأنني نمشيو نجلسوا مع هذا السيد هذا اللي كيعرفوه أنا ما كنتش كنعرفه. السيد ما كانش مغربي؟ ما كانش مغربي كان أجنبي الجنسية ديالو بريطانية. مشينا لعندو المحل ديال هاد السيد هنا دخلنا جلسنا معاه يعني كان الخمر كان المخدرات القوية الكوكايين وفجأة يعني نض عراك ما بيناتهم بجوج أنا جلست مع صاحبي نوض حتى أنا ضربت السيد وكنظن أنا اللي كنت السبب في القتل. باش ضربتيه؟ بيدك؟ بيدي مع يعني ضربتوه وطاح هاد لاسين كلها ساعة ساعتين؟ كاين شي ساعتين تقريبا ما بين ما نقدرش نحدد الوقت بالضبط ولكن كانت في البداية ديالو ولكن حنا ديجا كنا مكونسوميين قبل ما نجيو لعندو. كتشوف أن مفعول هاد المخدرات القوية ممكن يوصل الانسان انه يرتكب جريمه قتل كيكون مغيب ولا ما كيقدرش عواقب الامور ولا
انا يعني الاجابه ديالي غتكون مغايره للتوقع ديال اي واحد. ماشي حتى كونسوم، المشكل في الكونسوماسيون. علاش كونسوم من الاول؟ في الاصل. ما اذا مشيتي كونسومي شي راه انت راك فعلا ارتكبتي جريمه. طي الشباب، ادمان، ثم جريمه قتل، ثم السجن. اضطرابات نفسية وسلوكية كثيرة كتصاحب أي سجين يلج المؤسسة السجنية اللي لازم عليها تواكبهم بالعناية النفسية اللازمة. أول مواكبة نفسية هي المقابلة الفردية. أول ما كيدخل السجين كيشوف الأخصائي النفسي، كيشوف طبيب مؤسسة. المواكبات الأخرى يمكن أن تكون سلوكية، يمكن أن تكون نسقية. السلوكية نشتغلوا على السلوك وضبط السلوك الغير سوي ونحطوا بلا سلوك سوي. والمقابلات النسقية أو العلاج النسقي يهدف إلى الحفاظ على أواصر القرابة لكي لا ينعزل عن المحيط الخارجي، سواء الأسرة الصغيرة المكونة من الأب أو الأم، أو إذا كان متزوج الأسرة العائلية يعني الزوجة والأبناء. مات في الحين ولا بقى؟ وشنو درتم بعد؟ ما عارفش بالضبط واش مات في الحين ولا لا. احنا مجرد باننا مباشره من بعد ما السيد يعني حسيت به بالغاب، دم عام، حسيت بان رفع يعني الضربه كانت ضربت له دم ضربت له راسه مع الارض، يعني الدم كان بزاف. حسيت بان يعني شي حاجه ماشي نورمال، صح يعني بحال نقول بديت كنفيق بديك المخدرات ولا بديت ما لقيتش الوصف اللي نوصف به ديك الحاله اللي في ديك الساعه كانت. ديريكتوم خرجنا انا مباشره هبطت للمدينه ديال طنجه وسلمت راسي. والصديق ديالك حتى هو سلم راسه؟ لا هو سلم. تفاهمتوا انكم تسلموا راسكم ولا لا؟ تفارقنا تما، تلقينا بان جوج بينا سلمنا راسنا تقريبا بيناتنا ساعتين. شنو اللي خلاك تسلم راسك؟ خلال ما هربتيش يعني كنت عندك امكانيه تهرب؟ كان بامكاني نهرب. لانك انت كتسافر وكان بامكاني نهرب وسهله بزاف بالنسبه لي، ولكن ما يعني ما حطيتش راسي بانني فعلا ما شفت راسي بانني يعني حتى الا هربت ما نعيش مرتاح. سلمت راسي للسلطات وداك الساعة تغير المسار. يعني تنقول أنا بالنسبة لي هذه كتنطبق على جميع النزلاء اللي كاينين داخل المؤسسات السجنية. كاينة كاين الاعتقال، كاينة صدمة الاعتقال، كاينة استفاقة من صدمة الاعتقال. ملي تم اعتقالك بقيتي في مرحلة المحاكمة شحال؟ قدامت لمدة سنتين. الحكم لما كان نهائي باش حسيتي؟ كان في الاول هذه تا هي مرحله مهمه، كان في الاول حكم ديال المؤبد، من بعد كان مؤبد ابتدائيه ومن بعد استئناف اصبح 25 سنه. يعني في خلال هذه المده ديال المحكمه يعني ما يعني باقي ما فقتش من الصدمه ديال الاعتقال، باش عاد نشوف شحال ديال السنين ديال السجن رانا مدهن. وكانت استفاقة يعني مور المحاكمة نقول شهور. عاد الإنسان بديت كنستوعب يعني فين أنا وشنو نقدر نعمل باش نخرج من هاد الشيء هذا اللي فيها. أنت يا فكرتي في هذا السؤال، شنو ممكن تعمل قبل؟ شكون اللي خلاك هذا الأمل؟ كيفاش حتى تزرع فيك؟ يعني في الاول كنت صاحب مشاكل داخل المؤسسه السجنيه، يعني ما تقبلتش براح وانت كت يعني تصول وتجور السلطه ومال وجاه وبزاف ديال الامور، بانك كتوضع في واحد المكان ضيق وانا مستانس بالحريه وسوع البحر. يعني كان صعيب عليا شويه بانني نتاقلم. رد الفعل ديالك في البدايه كان هو كان عاني جدا داخل المؤسسه. بقى شكك يعني كانت واحد المواكبه من اخصائي نفسي ومن اخصائي اجتماعي. وفي خلال هذه المواكبه حتى فكرت في الانتحار وحاولت الانتحار. هذه
موراها يعني بدا يعني تفتح لي واحد الافق، واحد النقطه مهمه في اللي يجب الذكر ديالها، هو يعني اول شخص اللي كانت له البصمه بان احمد يقول لي هو احمد ديال دابا، هو مشرف اجتماعي كان سمي محمد الشني، نذكر اسم ديالو بس ضروري بالنسبه لي، ما بقاش معنا دابا في المؤسسه، هو اللي فتح لي المجال للقراءه، هو اللي دار لك التقديم، هو اللي دار لي التقديم ديال الكتاب. وكان من اول التوصيات ديالو هي نقرا كلشي، يعني انا انسان كنت انسان قارئ قبل ما ندخل المؤسسه السجنيه، وكانوا عندي ميولات القراءه موجهه يعني في اداب ولا في الاول ديال الوصيه انني نقرا كلشي. دابا تقريبا المكتبه ديال المؤسسه السجنيه تقريبا فيها اكثر من 2000 كتاب قريتهم كامل. تاثير القراءه كان مبهر على حاله احمد، ولكن لولا الاطار السجني اللي واكبه وشد بيديه ما كانش احمد يتجاوز العقبه ويتحول من مدان الى مبدع. 10 دقائق اللي هي مجموع القصص هي الثانيه ديالك اللي هي في قيد النشر. قيد النشر وانت كتقول انها اكثر احترافيه من مجموع القصص هي الاولى، شنو بالضبط اللي مميز فيها؟ 10 دقائق يعني تبخضت بعد واحد التجربه يعني في الكتابه الاولى، يعني كانوا ملاحظات حتى هديت بزاف ديال الكتاب اللي كيزورونا داخل المؤسسه السجنيه، من خلال اللقاءات اللي كتنظمهم للمؤسسه السجنيه ولا الاداره العامه لاداره السجون. القصه اللي مكتوبه هنا في 10 دقائق واللي هي كانت سبب في النقله النوعيه في حياتك داخل المؤسسه السجنيه. واخا العنوان ديالها هي دواء، يعني كنحكي فيها ديك النهار اللي مشيت فيه اول مره من مركز البيداغوجي بالسجن المحلي بطنجة، وكانت مشيت عندك لقاء الاخصائي النفسي بعد محاوله الانتحار، ولما دخلت عندك الاخصائي النفسي ما يعني خلاني نهضر انا، ومثال مثال مثالي باقي عاقل على الجمله اللي قال لي اذا بغيتي تزيد تهضر مرحبا بك. ديك الخرجه اللي غنخرج انا التفت ولقيت واحد اللافته مكتوبه عليها المسرح، وانا من الناس اللي كيعشقوا المسرح من صغري، وخصوصا ملي مشيت لروسيا تعرفت على المسرح الروسي وزيد تعمقت فيه وكنقرا له كنتفرج، كيعجبني نتفرج في المسرح. زلي قادوني ودخلت بلا اذن بلا حتى شي حاجه، لقيت واحد فرقه مسرحيه ديال النزلاء كتشتغل على واحد النص مسرحي، ويسمعت الكلمه عرفت النص، هو ديال فيرنالدو الابار كاتب مسرحي اسباني، اكتشفت بانهم حوروها واقتبسوا من النص الاصلي، يعني حسيت بواحد التغيير. من ديك النهار هذاك النهار الاولي، ومن ديك النهار وانا دائما كنتواجد في ديك القاعه ديال المسرح. المركز البيداغوجي واللي كيضم مجموعه الورشات في اطار الانشطه اللي تستهدف السجين كان هو السبب اللي غير احمد من واحد الشخص ارتكب جريمه معينه في سياق معين وما تقبلش انه يكون داخل اسوار السجن، لواحد الشخص اخر اللي كنشوفه الان اللي ولا ما شاء الله كاتب وقاص ومسرحي ايضا، وحصلت على مجموعه الجوائز في هذا الصدد، ممكن تكلمنا عليها احمد؟ اول جائزه اللي حصلت عليها هي جائزه القصه القصيره، في قصة القصيرة اللي العنوان ديالها ولادة جديدة اللي كاينة في المجموعة، وفي نفس السنة حصلت الفرقة ديال المسرح ديالنا في طنجة على الجائزة الأولى في المسرح، في مسرحية الأشباح يتمرد، تأليف أستاذ محسن بن حدو، إخراج ديالو سينوغرافي ديالو، لا أستاذ في وزارة الثقافة كان كينشطر معنا داخل المؤسسة، ومن ثم توالت المشاركات ديالي، يعني حتى تما يعني حسيت انا واحد الاحساس، خصوصا اللي خديت الجائزه حسيت انا كان ابعد افق ديالي في القصه الاولى ديال ولاده جديده، جات يعني المشاركه بانني نشارك مع المندوبيه العامه بانك تنظم مباراه في القصه القصيره، يعني كان ابعد افق ديالي نديها جهويه مثلا، تفاجات بانها خذتها وطني، يعني تما كان كتحفيز لي بانني نواصل بانني على الدرب الصحيح لانني نقدر نكمل في هذه الكتابه. وفي المسرح حتى هي عاوتاني
جات الجائزة. موراها سنة 2016 قصة القصيرة جهويا وفي مسرح وطنيا أحسن ممثل، ولعبت مونولوك في مسرح محمد الخامس في المسرح الفردي وحيد، كيتكلم على المعاناة ديال النزلاء داخل السجن، وفي فقرة كبيرة كتكلم على رد الاعتبار بعد خروج النازل من المؤسسة. إبداع أحمد في القصة وفي المسرح تم تتويجه وطنياً، وهو تتويج أيضاً للمؤسسة السجنية اللي تميزت بجهدها في إبراز وصقل مواهب السجناء، وأحمد أحد أبرز هؤلاء. وتما أتعرف على المصيبة الكحلة اللي يروي حلبوت الشياطين. يروي حلبوت الشياطين بقيت كيكمي غير بورصة باش نعس، ولكن من بورصة لقرار جوج ثلاثة ترجعت محمد البوكوس محمد النصارى محمد الجيكي. التي تتراوح أحكامها ما بين 20 سنة فما فوق لا تستثنى قط من أي نشاط ثقافي أو رياضي أو فني تنظمه إدارة المؤسسة. دليل أو البرنامج السنوي المصدر من قبل مديرية العمل الاجتماعي داخل المديرية المندوبية العامة لإدارة السجون والعدلية على مستواها المركزي، فهي تتعامل بمنظور شمولي لا يستثني أي فئة من هذه الفئات، وهناك أدلة قاطعة على أن هذه الفئة تساهم بشكل كبير في إغناء هذه الأنشطة الثقافية من خلال مشاركتها ومن خلال انخراطها الفعال والكبير جدا. مؤخرا تم تتويج السجل المحلي بطنجة بجائزة أحسن عمل مسرحي، والمشاركون في هذه المسرحية هم من السجناء المحكوم عليهم بمدد طويلة. لعبتي مونولوج على معاناة السجين، شنو بالضبط الرسائل اللي مرتيها من خلال هذا المونولوج؟ أنا بالنسبة لي للسجين داخل المؤسسة السجنية معالج دياله ماشي كأنه داخل الجدران ولا كان معالج الحقيقية للنازل المعاناة النفسية. يعني وكاينه واحد الجمله كنقولها في الكتاب ديالي، يمكن لاسوار وابواب السجن ان تحجز جسدي لكن لا يمكنها قطعا حجز حريه مخيلتي. اللي هي كاينه انا علمتها اصلا يا دي في النص ديال سفر سفر مسجون. يمكن لابواب واسوار السجن ان تحجز جسدي لا يمكن لكن لا يمكنها قطعا حجز حريه مخيلتي، بمعنى السجن ممكن أنه يحاصر الجسد لكن الروح والفكر والإبداع ممكن أنه يحلق ويرفرف بعيداً. وأحسن مثال حالة ديالك يا أحمد، يعني معاناة السجين هي نفسية أكثر منها أكثر من هي داخل المؤسسة السجنية، والمعاناة الثانية هي الإنسان يعني ديك فترة اللي كيقضي ما عرفش راسه واش غيتحكم واش غيخرج براءة واش يعني مكنهضرش على الحالة ديالي، أنا نهضر على الحالة جينيرال. وكاين مشكل آخر اللي كيعاني هو ملي كيكون خارج الفترة ديال الوسط، يعني كل واحد والحكم ديال التدبير ديالو ليلة، كاين اللي كيدبرها مزيان كاين اللي كيدبرها ماشي مزيان، ولكن في الوسط ملي كيكونش واحد المعاناة أكثر من اللي قبل ملي كيدخل وملي كيكون عليه يخرج، كيولي يفكر واش المجتمع يتقبلو والوصم الاجتماعي عدة مشاكل واش يقبلوا يخدموه ولا ما يخدموش ولا كذا ولا. وهادو احد هادو اللي لعبنا في هذا الموضوع. الان مرت تقريبا 9 سنوات على السجن ديالك او 10، دوزتي الجزء الكبير منها في الكتابه وفي الابداع وباقي عندك امل في استمراريه ديال الابداع وامل في معانقه الحريه. نقدر نقول لك انا يعني الاجابه على هذا السؤال هذا، انا ما كنفكرش دابا حاليا على برا بتاتا، كنفكر يعني كيفاش ندبر هذه المده هذه ونستغل احسن استغلال من خلال الكتابه من خلال المسرح من خلال التجارب من خلال الاكتشاف شي حاجه اللي فيا ما كنتش عارفها كنحاول نجبرها. القراءه فتحت لي ابواب كبيره
واكتشفت بزاف الحاجات اللي ما كنتش كنعرف، وباقي كنزيد نطور المهارات ديالي لا في الكتابه ولا في المسرح من خلال القراءه. جنود الخفاء اللي عايشين وراء كواليس تميز احمد وغيره من السجناء في السجن المحلي طنجة واحد، هم موظفو هذه المؤسسة اللي اكتشفنا فيها غرفة إنتاج وبث تلفزي بمعدات بسيطة، منها ما تم صنعه يدوياً من طرف هؤلاء. أغلبية الموظفين حالياً يعني من الأطر الشابة، والأطر الشابة كما كيعرف الجميع على أنها تكون طموحة، فكيكون واحد الإلمام بهذا الجانب ديال الأنشطة الموازية، الجانب ديال الإبداع، الجانب ديال الأنشطة الرياضية الثقافية والفكرية، وما يعني مبقاش ذاك الدور ديال المؤسسات السجنية هو العقاب وتنفيذ العقوبات، يعني ولا عنده واحد الدور موازي اللي هو التهيئ لإعادة الإدماج، يعني بالنسبة لمجموعة من النزلاء الفرصة الثانية، يعني ولا واحد توازي ما بين الجانب الأمني والجانب الإدماجي داخل المجتمع. أنت يا أحمد، أنا على حسب ما شفت من الحالات البارزة اللي يعني الإدارة السجون حققت هذاك الهدف ديال التربية والتأهيل وإعادة الإدماج، أنت عندك أولا إدماج داخلي بعدا في المؤسسة السجنية، ما بقيتش هذاك الشاب اللي ما متقبلش العقوبة لأنك أنت أخطأت يا أحمد وعارف أنك تستحق العقوبة، ولكن في نفس الوقت يعني تقبلتي بواحد المرحلة معينة ومشيتي بعيد ما شاء الله في الكتابة ديالك. كيفاش كتشوف السجناء اللي في نفس تقريبا الظروف ديالك، ماشي كاملين وصلوا للمستوى اللي وصلتي ليه، علاش في نظرك؟ الاشكاليه اللي كنلاحظ انا هي ما كاينش واحد الوعي الثقافي ولا واحد مستوى دراسي اللي كيسمح لهم بانهم ينفتحوا على راسهم، واولا عاد باش يندمجوا في البرامج اللي كتعمل المندوبيه العامه لاداره السجون. ما من ناحيه ديال الاداره راه كاينه استراتيجيه واضحه جدا، من ناحيه ديال القرايه بيبان مفتوحين، من ناحيه ديال الانشطه، من ناحيه ديال بزاف ديال الامور. المندوبيه العامه سهره على بان تقدم اجود البرامج للساكنه السجنيه، ولكن السجين بحد ذاته ما عندوش واحد الوعي واحد الفكر بانه ينفتح على هذه البرامج. انت قلتي واحد الجمله زوينه في هذا النص ديال سفر مسجون، على ان الروح يعني الأسوأ حاجة الروح ملي تكون سجينة، أما الجسد ممكن تحمل الأمر، فأكيد كاين أرواح وخا خارج المؤسسة تعيش في السجن. أنت هل في حالة ديال أحمد نقدروا نقولوا أحمد سعيد أنه أحمد سجين؟ لا، أحمد أنا ما كنعترفش بهذ الكلمة ديال السجين في القاموس ديالي، يعني انا كنعيش من خلال قلت لك عوالم القراءه، كنعيش فيها بزاف ديال الحياه، كنتقمص الشخصيات ديال الروايات العالميه، كنخرج معاهم، كنسافر معاهم، يعني القراءه بحد ذاتها يعني وخصوصا داخل المؤسسه السجنيه، هذه اللي كناكد عليها، خصوصا قبل ما تكون يعني كتكون داخل واحد غرفه يعني فيها بزاف ديال الناس، ملي كتعلم تقرا داخل ديك الغرفه كتقول لي يعني كتتماهى مع الكاتب وكتدخل معاه في العالم ديالو، كتولي كتعيش عيشه يعني كنظن انا كاع ما تعيش حتى ولو كانت عندك الحريه ديالك. احمد، احنا عندنا سؤال عادي كنطرحوه للسجناء اللي كنحاورهم، شنو هي رسالتك للناس؟ شنو تبغي تقول للمشاهد اللي كيشوف فينا دابا؟ ولكن انت غنطرح لك سؤال على مرتين، غتوجه لي رساله للمشاهد اللي كيشوفنا، وغتوجه رساله اخرى للسجين داخل المؤسسات السجنيه في المغرب. اولا نبدا بالسجين، لان السجين كنوصيه وكنتمنى يتقبل مني الوصيه ديالي انه ينفتح على القراءه داخل المؤسسه السجنيه، ماشي ضروري يكون تكوين ولا يكون قراءه يعني نظاميه، يكون قراءه عامه، يقرا في المكتبه، حيت المؤسسات السجنيه تقريبا جله، حيت انا زرت بزاف ديال المؤسسات السجنيه من خلال المشاركه ديالي في الانشطه، اي مؤسسه سجنيه كتوفر عليها واحد المكتبه وكتوفر عليها واحد العدد ديال الكتب قيمه جدا، قراو باش يلقى راسو، هذه اولا. بالنسبه للمشاهدين، انا حاجه وحده اللي كنقول بان الانسان اي واحد يمكن له يغلط، اي واحد معرض للغلط، ولكن اذا حس بالغلط ديالو وندم خصو المجتمع يتقبل.
عامل لكتاب الله، ملم بعلم التجويد من أسرة علم ودين، لكن هو الآن نزيل بالسجن المحلي طنجة واحد، محكوم بعشرين سنة سجنا نافذة، والتهمة الضرب والجرح المفدي إلى الموت. فؤاد أو الفقيه كما يسميه نزلاء هذه المؤسسة السجنية قبل بصدر رحب أن يروي لنا حكايته المليئة بالعبر. سي فؤاد، احنا معك اليوم في حي ميم بالسجن المحلي طنجة واحد، وافقتي انك تفتح لينا قلبك وتعاود لينا حكايتك. سي فؤاد، هنا الاسم اللي كيتعطى لك داخل هذه المؤسسة السجنية هو الفقيه. فقيه لانك حامل لكتاب الله قبل حتى ما تدخل لهذه المؤسسة السجنية. بغينا نعرفوا احنا سي فؤاد الطفل فين عاش وكيفاش كبر وامتى حفظ كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كبرت في الباديه في الاسره متوسطه، والحمد لله في الصغر ديالي انا كبرت في المسجد مع الوالد ديالي، والوالد ديالي تا هو فقي، هو اللي قراني، وانا حفظت القران على 15 عام، كنت حافظ القران. ومن بعد ذلك من يحفظ القران وصلت واحد العمر ديال 20 سنه مشيت خنشت نزعرورة واحد الدوار سميتو تاولا. كيفاش شرح لي معنى خنشت؟ خنشت يعني كان تبدل مرحلة القراءة من دوار لدوار، كان بحث على الفقهاء اللي عندهم الجودة في القرآن، في التجويد، في النصوص القرآنية، باش كيعرفوك على البحث القرآني. اسمح لي السي فؤاد، قبل ما نوصل هذه المرحلة، انت يا درستي حفظتي القران على يد الوالد ديالك داخل نعم. المسجد، والوالد ديالك كان فقيه على حسب ما ذكرتي. المدرسه، هل قريتي في المدرسه ولا نعم. فقط تعليم قراني وتعليم داخل نعم. المسجد؟ حيث العهد ديالنا كانوا باقي ما كاينش المدارس، المدرسه ولات عندنا حنا تم 1992 عاد داروا المدرسه. القريه ديالكم مدرسه؟ نعم، عاد داروا المدرسه عندنا. كان نظام الكتاتيب القرانيه، و تما فين تعلمتي القراءه والكتابه؟ نعم، في المسجد. مشيتي لدوار اخر في اطار نعم. انك توسع مداركك القرانيه. مشيت عده دواوير، قريت تمايا في زعروره، من ثم انتقلت الى القرفطان واحد الدوار سميتو اورموت، عودت مع زدت درس القران. من ثم انتقلت عود نهل سريف، عودت هي قرفطه عين منصور كيقولوا لا، ثم قرات على واحد الشيخ سي عبد الله القرفطي الله يجازيه عنا خيرا. من ثم انتقلت كذلك الى الدوار الصخرة كيسموها في الدورة، ثم عاود قرينا واحد البركة على واحد الشيخ. ملي كملت في القراءة ديال القرآن انتقلت هنايا من طنجة، درست شوية العربية هنايا، ومن بعد ذلك تزوجت. شنو باش كنت عايش؟ شكنتي كتخدم من غير كنت مشارط في واحد المسجد في العوامرة. ملي ساليت من هنا من القراءة مشيت شارط في واحد المسجد في العوامرة، بقيت تمايا واحد ثلاث سنين تكونت راسي. شارط بمعنى كتخدم وكتقرا تحفظ؟ عندي صلاه الخمس وعندي طلبه، كنقري الطلبه كنحفظ القران. بمقابل هذه المشارطه اللي كيعرفوها المغاربه كاملين سواء عيني ولا نقدي، هذه هي المشارطه اللي كتقصد؟ نعم نعم. فؤاد دخل السجن مشبع بكتاب الله، قد يسعفه في تحمل صدمه السجن مده طويله، لكن غيره من السجناء ربما لا، لهذا تختلف نوعية المواكبة النفسية اللي كتخصصها إدارة السجن لكل سجين. الهدف الأولي للمصاحبة النفسية بالنسبة للنزلاء اللي عندنا هو الحفاظ على التوازن النفسي دياله مدة طويلة، على الأقل كنطمحوا أن النزيل يخرج عنده واحد التوازن نفسي، هذا في حالة ما إلى دخل ما عندوش اضطراب نفسي. اضطراب نفسي هنا وثاني يتم التعامل معه بطريقة أخرى، يتم إحالته على طبيب المؤسسة، الطبيب العام يتم يقوم بإحالة الحالة على الطبيب النفسي، في حالة ما إذا كان هناك اضطراب يتم استعانة بالأدوية الخاصة بكل حالة، وبالتالي هنا المقابلات والمواكبة النفسية تطمح إلى العلاج. ما بين العلاج وما بين التكيف وما بين التوازن النفسي، هذو هما الأدوار التي يقوم بها سواء الطاقم الطبي
ولا سواء طاقم شبه طبي. دابا سي فؤاد واحد رجل ما شاء الله ولا شاب اللي شاب في قراءة القرآن واللي ترعرع في الذكر وفي المساجد ومن أسرة ما شاء الله يعني محافظة وأسرة علم ومعرفة وأسرة قرآن، علاش جلس هنا في السجن؟ أنا يا من بعد الزواج شريت هذا الطرف ديال الأرض، شريته تما ما بين الدوار ديالي وما بين هالدوار الإنسان اللي وقع لي معاه المشكل. أنا كنت كنديرو بالفلاحة وغرسو بالزيتون، المهم وقع شي نقاش بيناتنا على الطريق، أنا كنت رفضت به دعوة المحكمة في العريش، رفعت فيه دعوة في 2002، حكمت عليه المحكمة بالفراغ في 2004، حكمت عليه بالفراغ وبالتعويضات، يخلص للتعويضات ديالي. المهم تدخل الناس، سمحت له نفتك التعويضات وسمحت له في الدعوة وسمحت له في كل شيء. المهم بعد ذلك عاود بقات واحد السنتين، عاود رجع نفس المشكل، عاود أنا جددت الدعوة ديالي، بقيت كندعي، درت المحامي ديالي. بعد ذلك عاود ولا كيطلق لي كسيبات ما في الزيتون. المهم عاود مشيت أنايا كنزرب بيني وبينه، كندير ديك الزرب ديال السياج، هو كيجي يسيبو لي. واحد اليوم أنا كنعدلو وهو جاليا في يدو واحد الهراوة وداير الشابور في اليد ديالو، أنا ما هربتش منه، بقيت واقف قاومتو ضربني، قاومت مع هذيك الشابور. أنت كنتي جالس وجا فاجئك؟ نعم. علاش ما بغيتيش تهرب تتقي الشر ديالو؟ أنا يا شفت غادي نهرب منه اليوم وغدا وبعد وغيبقى تابعني هذاك. بغيتو يحقرك زعما؟ أنا يا بغيت زعما نقاوم المجهود ديالي ووجهو الحقيقة اللي كاين يكون. وبعد ذلك ضربني أنا يا ديك الشابور. مشادات كلامية في البداية؟ لا مع المرة الأولى ضرب، مشدات كلامية من بعد. نعم صافي ضربني، ضربته. باش ضربك؟ هو ضربني بالعصا وجرحني بالشاقور. فين جرحك بالشاقور؟ جرحني هنا. صافي أنا اضطريت بغيت نقاوم ندافع على راسي. صافي كان هو الحل الوحيد، هو كان كنت حامل لنا الموس معايا، جبت الموس ضربته ضربة واحدة، ضربته نص الصدر ديالو، ديك الضربة ديال الخوف غير باش يرخي مني. الموس واش كان طبع أنك تهز موس بحكم العمل في الأرض ديالك ولا عادي يعني؟ ظروف العمل كتدعي بأنك تحمل الموس معك. كنت كتحتاجو في الخدمة؟ كتحتاجو، كتنقي به الزيتون، كتقطع به النعناع عندي تمايا في الغرسة، كنحتاجو. صافي عند الضرورة أنايا ضربته بديك الموس، هربت منه. صافي جبت التليفون بغيت ننقد هذا السيد باش ما يموتش، عيطت للابيلانس جاوبني قال لي ودي انا في شي بلاصه بعيده ما يمكنش نلحق عليكم دابا. المهم انت شوف شي حل. انا يا اتصلت بالشيخ ديالنا قلت له ودي اللي وقع قال لي المهم انا غادي نشوف الخليفه، الا بغى يجي يهزو غادي نجيو نهزو نهبطو للسبيطار. كان باقي فيه الروح؟ كان باقي ما ماتش. وصافي الشيخ اتصل بالخليفه علمه قال له ودي ما نقدرش نهزو، ما يمكنليش انا نهزو، عندك يموت لي في الطوموبيل، عيط على المخزن يجي يهزو. صافي انا الشيخ عيط لي قال لي اجي في حالك من تما، عندك يجيو الناس الدوار ديالو ولا يجيو العائله، اجي في حالك للدار تنعيطو للمخزن، المخزن هو اللي غادي يتكلف به. انا جيت في حالي للدار المخزن، السيد وقالنا هذا المشكل هذا مع الخمسة ديال العشية، حتى نشي 8:30 بالليل عاد جاو الجدارمية، ديك الساعة جاو الجدارمية هزوه ودازو عليا الدار، صوروني وشافوا ديك الدم هيدا. لو تعتق بكري كان ما غيموتش، لأن من الخمسة حتى للثمانية ثلاثة السوايع ديال النزيف. كلم الطبيب ما كانش غيموت، لأن دخل معاه الريح، كان شتاو الريح، دخل معاه الريح لفند المعدة ديالو ومات. ولو كان تعتق في ديك اللحظة ما كانش يموت. نعم. انت كنتي مضروب وانت بعد مشيت؟ انا مضروب، انا مشيت للسبيطار، داونا جدارميه، هو داروه في الاسعاف، انا داروني معاهم في الجيب، عودنا العريش داونا للسبيطار.
دفعوني هنا لطنجة محمد الخامس باش داروا لي سكانر من الراس ديالي، عندك يكون باقي شي حاجه في الراس ديالي، وداروا لي سكانر بقيت تما شهر الفراش شي 5 ايام عاد دفعوني الاعتقال. لو استحضر الفقيه فؤاد قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبدل ساعة أخرى لك الحال غير الحال، فلا شيء يبرر زهق روح في الوقت اللي كان ممكن تفادي الأمر. نزيل فؤاد اللي يمكن نقول عليه هو كان واحد نزيل مواظب، يعني على التعاطي مع الجانب الديني والروحي المعتدل، يعني كان من خلال داك الشيء تيبان، من خلال التردد ديالو على المسجد، من خلال الإقبال ديالو على حفظ القرآن، من خلال يعني الأنشطة الدينية والمواعيد اللي كان تيلقيها وكان تيحضر لها، من خلال بتأطير من سواء من المجلس العلمي أو المندوبية لوزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية بطنجة، فكانت مشاركة ديالو يعني مثيرة، يعني ملاحظ أنه يعني واحد النازل له رغبة في الادماج في التعاطي، يعني عنده واحد الحوار معتدل. كيفاش ديك المرحله ديال الاعتقال وظروف المحاكمه كيفاش كانت دازت عليك انت، كيفاش دازت على عائلتك؟ هذيك كانت القضيه شويه صعيبه، قضيه رهيبه جدا، كنت متخوف من كل جانب، واحد الصدمه اللي ما نقدرش كيفاش نوصف لك الصدمه ديالها، الصدمه ديك المشكل اللي وقع لي، الصدمة ديال السجن، الصدمة ديال الأبناء. تحكمتي بشحال؟ تحكمت بعشرين سنة. نعم. كتشوفها كانت عادلة ولا قاسية عليك 20 سنة؟ في الحقيقة على حسب الجرم اللي داير أنا راها قاسية، لأن أنا ما قتلتش عمدا ولا كانت عندي نية القتل، أنا دافعت على راسي. دفاعك على النفس ما قدرش تبته في المحكمة. وجدرمية هما اللي داروا قتل العمد مع سرق الإصرار والترصد. كل المحكمة بعد ما كيفاتوش قتل العمد؟ المحكمة بالعكس، المحكمة تعاطفت معايا وحيدوا لي قتل العمد مع سرق الإصرار والترصد وخلوا لي التبادل في الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه. 20 سنة تلقيتها بصدمة. نعم. اللي تحكمت. مني سمعت النطق ديال الحكم رأس المحكمة عملت لي الدوخة، تصدمت. ابتدائيا واستئنافيا كانت 20 سنة. خلوها تبت. طعنتيش بالنقد في هذا الحكم؟ دايرت الطعن بالنقد ولكن جا مرفوض. إذا استسلمتي للقضاء ديالك؟ صافي استسلمنا للقضاء، الله وحنا عارفين هذا الشيء اللي كتب الله هو اللي كاين. لا ينفع الحاضر مع القدر. الإنسان إذا كتب الله شي حاجة ما غادي يديها، ولكن كيبقى الإنسان يتوسل بالله تبارك وتعالى ويدعي الله، والله تبارك وتعالى يرد القضاء بالدعاء. فؤاد سجين له مكانة خاصة لدى السجناء وأيضا لدى الإدارة، كيف لا، هو الذي أدخل حب القرآن الكريم في قلوب الكثيرين من السجناء وانخرط بشكل جدي في كل الأنشطة الدينية التي تقيمها المؤسسة. جيتي للسجن، تقبلتي ظروف السجن من البداية ولا بقيتي في مرحلة ديال السجن؟ ما عمره الإنسان كيتقبله، دائما كتكون الصدمة، ولو تكون غير سنة للسجن راه صدمة، ولو يكون عامين راه صدمة، 10 سنين صدمة، 20 أكثر. ولكن أنت على حسب ما شفت وطالعت في يعني في الكواليس أنك ما شاء الله عليك في السجن كيسموك غير فقيه، المسجد أنت اللي مكلف به، حفظتي مجموعة السجناء كتاب الله، كيفاش حتى دخلتي لهذه المسألة؟ صافي شفت أنايا من يقدر علي الله هذا 20 سنة، شفت الحل الوحيد هو أن يلتجئون كتاب الله. المهم فتحوا لي الباب المسؤولين، مشيت للمسجد رحبوا بيا ثم مشرف الاجتماعي رحب بيا، حكيت له عود القصة ديالي وعرفني بأنني قارئ القرآن مزيان. صافي قال لي هالمسجد توكل على الله. صافي أنا توكلت على الله والحمد لله، ومشت الأمور مزيانة ونقدنا بزاف ديال السجناء اللي كانوا مدمنين على المخدرات، ديناها من المسجد وقراوا القرآن وتكونوا وصبح واحد آخر. شحال واحد حفظتي كتاب الله كاملا؟
شحال الواحد راه شي 10 الدراري اللي حفظوا القران هنايا كاملا. نعم لان انا 10 سنين وانا في المسجد دابا. كاين اللي حفظوا اجزاء كبيره منه، كاين اللي حفظ القران، كاين اللي حفظ 40 حزب، كاين اللي حفظ 15 حزب، كاين اللي حفظ 10 حزاب، كاين اللي حفظ 15 حزب. حتى السجين كتشوفوا في النظره ديالك، حتى السجين كيتبدل التصرفات ديالو في المعامله ديالو، العلاقه ديالو مع سجناء مع الوالدين ديالو كيتبدل. يعني تاثير كتاب الله وحفظ كتاب الله عليهم كيكون نعم. ايجابي جزء من الادماج ومن اعاده الادماج ديال السجين داخل المؤسسه. انت ما شاء الله عليك يعني عاونت، انت اندمجتي وعاونتي اداره السجون في ادماج سجناء اخرين عن طريق واحد المنفذ روحاني، ومنفذ هو ذكر الله هو القران الكريم. انت كيفاش كتشوف تاثير القران الكريم على باقي السجناء هادو اللي حفظوه ولا اللي كيسمعوا ليه ولا؟ هو انا كنت متاثر بالسجن، ولكن اللي خلاني نجتهد اكثر هو يد المساعده ديال المسؤولين، هو اللي دعمني اكثر باش خلاني انا نجلب عاون السجناء. فتحوا لي باب باش خلوني انا نجلب السجناء وندي السجناء معي للمسجد ونحفظ كتاب الله ونمشيو على هذا النهج هذا. وعندنا علاقه الحمد لله مع مجلس العلمي، تا هو معود كيجيو عندنا كيعطيونا دروس كل واحد وباش مختص، كاين اللي كيجي يعطي دروس في الوعظ والارشاد، كاين اللي كيجي دروس في التجويد. هذا الاندماج وهذا التفاعل مع أنشطة المؤسسة جاء بعد ما تغلب فؤاد على صدمة الحكم عليه بعشرين سنة سجناً. في أعريض من السجناء يتابعون دراستهم الجامعية، ثم على المستوى أيضاً البكالوريا، على مستوى السادسة الأساسي، وعلى مستوى محو الأمية. ويكفي القول على أنهم مجموعة من الأطروحات الرسائل، مجموعة من رسائل الماستر نوقشت في رحاب المركز البيداغوجي بهذه المؤسسة، وأيضاً هناك نتائج جيدة جداً على مستوى البكالوريا وعلى مستوى أيضاً مختلف الشعب التكوين المتواجدة بهذه المؤسسة. زيد على ذلك باقي الأنشطة الأخرى المتمثلة في المسرح والفن والتشكيل والفن القصة في كتابة القصة القصيرة والرواية إلى غير ذلك، من باقة متنوعة ومتعددة من البرامج التي لا شك تساهم في إعادة إدماج هذه الشريحة في المجتمع. وأقول وأكرر على أن السجناء المحكوم عليهم بمدة طويلة لا يختلفون قطعا، أو لا يختلف تعامل الإدارة قطعا مع باقي النزلاء، بالعكس تبقى الفئة الأولى بالعناية والأولى بالاهتمام لزراعة الأمل نحو الحرية. يد المساعدة اللي قدمتها إدارة السجن المحلي طنجة واحد لفؤاد خرجته من صدمة السجن الأولى، ورجعته شريك في مساعدة سجناء آخرين على الاندماج عبر تطهير القلوب بالقرآن الكريم والانتقال إلى مراحل أخرى من التحصيل المعرفي والتكوين. تجربتك السي فؤاد ولهذه المحنة اللي مريتي بها هي ممكن واحد الرسالة قوية للناس اللي في نزاعات بسبب الأراضي، كتوقع أكيد عراكات وكتوقع جرائم وكتوقع. أنا بغيتك شنو تبغي تقول، واحد الرسالة توجهها للمشاهد الكريم اللي كيشوف فينا على السجين بصفة عامة ونظرة المجتمع للناس ديال السجن، ورسالة للناس اللي كيوقعوا في نزاعات على الأراضي وهذا الشيء متفشي في البوادي للأسف، ويقدر يوصل الإنسان أنه يوقع في واحد الجريمة ولا في واحد الجناية اللي توصله للسجن. أنا المرحلة اللي مرت فيها جد مؤثرة جدا، وأنا كنوجه الرسالة ديالي جميع الإخوان أنهم الإنسان إلى وقع شي مشات له شي حاجة ولا أذى شي واحد في شي حاجة، خصو يتحمل شوية الصبر ما يوقعش في هذه المحنة اللي إحنا فيها. راه الإنسان يستفد منا حنايا اللي كنمروا على هذه المحنة، اللي خلينا أولادنا وخلينا رزقنا وكل شيء، والحرية اللي فقدنا وكل شيء. الإنسان الرسالة ديالنا الموجهة هو الإنسان يسمح في حقه وما يوقعش في هذا الخطأ اللي وقعنا فيه حنايا، ويستفدوا منا حنايا اللي كنضربوا هذا العقوبة. كل سجين السي فؤاد كيقضي المحكومية ديالو، خاصة أصحاب مدة طويلة،
كي عندهم واحد الامل واحد الباب ديال الامل اللي هو باب العفو الملكي. سبق لك نتايا طلبتي العفو؟ سبق لي درت طلب ديال العفو في 2015، درت طلب ديال العفو في 2016. استفدت شحال استفدت المدة ديال؟ استفدت عام ونصف الاول، عام ونص، عاود العام الثاني عاود عام ونصف، سنتين متتاليتين. نعم. استفدتي من عام ونص، مجموع ثلاث سنوات، 2016 و2017، ثلاث سنوات ديال تخفيف. نعم. المدة وباقي طامع في المزيد. نعم. من التخفيف. نعم. ومسك ختام الحكاية ديالك اللي كلها عبر، ما كرهناش يكون آية بينات من كتاب الله عز وجل بالصوت ديالك إلا كان ممكن. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.